بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد مدهون من قناة Learn English with أحمد. اليوم أول فيديو أصوره من أندرويد، من الهاتف. طبعا الأكثر استخداما، أكثر أفعال استخداما وشيوعا في اللغة الإنجليزية هي المصطلحات الجديدة اللي أكثر الدرجة في الشعوب الأجنبية الأمريكية والبريطانية وكل عند المتعلمين وورد وايد عالميا. طبعا اكثر الافعال استخداما هي get، مصطلحات اللي تتكون من get، واعطيتكم 7 أو 8 مصطلحات مكونة من get، تحتوي على معاني شيقة وجميلة جدا ومفيدة جدا. طبعا ما هطول بكلامي، راح ادخل في مضمون هذه الحلقة. أول فعل get a severe punishment، get a severe severe punishment، يعاقب عقابا شديدا. get a shock، get a shock or blow، يصاب بصدمة. get a taste of his own medicine، get a taste of his own medicine، يمر بنفس التجربة الذي أذاقها لغيره، أذاقها لغيره. طبعا مثل، عفوا مثل get about، get about أو around، around ينتشر أو يتم ويتم تداوله. طبعا get absent without leave، get absent without leave، يتغيب بدون إذن. get accustomed to، get accustomed to، يتعود على. get acquainted with، get acquainted with، يتعرف على. get ahead، get ahead، يوفق، ينجح أو يوفق في عمله. أتمنى يكون هذا الفيديو فكرة عجبكم، أتمنى الاشتراك ووضع لايك على الفيديو و leave a comment below، وضع تعليق أسفل الفيديو إذا عجبك الفيديو والتفاعل مع الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.